يا رب. ابو صالح مايكك مو بشغال. يلا يا ابو عبد الرحمن. طيب يلا يلا شفتوا شلون في مثل هالايام بروي لكم المايك مو شغال. خلاص خلاص شغال شغال. بروي لكم قصة عن مثل هالايام بالضبط تقريبا قبل يمكن اكثر من 80 سنة ولا قرابة 80 سنة. الله اكبر. يقول رجل من اهل الزلفي يقول حنا عشنا في زماننا في هاك الزمان مثلنا مثل غيرنا من حولنا ومن غيرنا. الله اكبر. فكان فيه قل وفيه جوع وعام ما هو على منطقه منطقه على المملكه كلها بشكل عام على الجزيره كلها. فيقول هل علينا رمضان؟ ويوم هل علينا رمضان ما في بيتنا شيء ناكله. اي نعم نعم صارت ولا الا شيء يسد الحالة الانسان لا لا يموت من 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 لا يهلك من الجوع. الله اكبر. شبع روى ما فيه بس شيء يمسك بس الانسان لا يطيح. لا اله الا الله. يقول ودريت يوم هل الهلال وحنا في هالشهر الفضيل دريت انه يبي يهل علينا الهلال كامل وبيهل علينا هلال الفطر. الله الله. واحنا ما تغير حالنا. الله يريد بنا خير. من القر. يقول جتني فكرة. يقول أنا ساكن أنا وأمي ومتزوج وفي بيتنا. يقول طرت علي فكرة. قلت أنا ليه ما أروح لهالنفود وأحمل ذلول ناقتين حطب من الأرطة وبوديه للمجمعة. المجمعة ما عندهم نفود والحطب عندهم قليل. الله يا سلام. فلعني استفيد من هاللحظه. فيقول رحت وحملت بالفعل حملت ناقتين من الحطب. الحطب متوفر الله كثير. حملتهم ومشيت. والغاز ما يوجد غاز زمانه. لا الله اكبر. يقول حنا جايين رمضان في شتاء اي في برد يحتاجون التدفئه بعد. يقولوا مشيت الين وصلت المجمع. وصلت المجمع الضحى يمكن من النهار الثاني. والله. يقول وصلت الضحى. يقول يوم وصلت يقول وعرض قال له ما حد يجيني يقول بكم الحطب. ما حد يقول كم تبيع. خلى يهدي ويقول له الناس ترى ما يقول حد. يقول الناس بلشان تبي ارواحها. الله اكبر. بلشان تبي ما تاكل خل تبي تشتري وخل تبي تشتري. يقول وانتظر ويذن الظهر. قالوا صلي بالجامع وانا مقابل للجامع. قالوا فيض من الصلاة. قال واقف عنده. قالوا يذن العصر. اي نعم. قال ولا حد يجينا ولا حد يقف علينا. شكوى الله. يقول يوم جاء صير وقرب الفطور. هل كان انا تعب وهل كان جوع وهل كان برد وركايبي لان عليها الكانت من البرد ومن الجوع مثل ما نبهل كان انا وتراجف وحطبها عليها. ادع ربك ان شاء الله. ويقول لاني في موقف والشمس تبى تغيب وانا ما يلاقي ما اكله في الفطور. قال لي اجيت هاك الرجال اللي عليه بشت شتوي. قال ويمر قال يوم تعدى وزني وتعدى. قال هو يلتفت يمي استغربني جاين ما يقول لي ناقتين عنده حملات الحطب. هو ينحرف علي. قال لي ولدي انت من جاي؟ قلت انا جاي من هالمكان. وش عندك؟ قلت جاينا. قال لي ولدي الناس ما هي لقيت شيء تاكله خلته ما تشتري. الله بس انا بعطيك راي ولدي. يقول انا محتاج الراي. اي بالله. قال تشوف القصر هذا كنت تشوف القصر. قال هذاك قصر بن عسكر امير المجمع وقتها. يا سلام. رحله وقل جايب لك هدو لعلك تلقى ما يصدر مكجوعك ويفطرك الليل. الله اكبر. والله يرزق. هذا خل الفلوس اول الرزق. هذا رايه له. الله الله. خل الفلوس لا تدور. خل الفلوس لا تدور. له اهدن عليه لعلك تلقى ما يصدر مكجوعك اليوم. يا سلام. الليله يا سلام. وتفطر بس شعور طيب. اي بالله. يقول وانا يقول يروح في سبيله. قال وانا اثورهن. قال وانا اوجههن. قال يوم جيت القصر قال له بوابه. قال بوابته مفتوحه. يقول الحين باذن المغرب.
يقول انا ادخلهم على الباب. قال لهم دخلتهم على الباب، قال لي والله انلح ريجيل ريجيل الله خادم الهريجه. قال لهم يطحون الركائب، قال لهم ينزلون الحطب عنهن. يا سلام. قال لهم يقدمونهن قدام، قال لهم يحطون لهن علف. يلا قال هذا اول، هذا اول، هذا اول شيء نس ادري. الله اكبر. هذا اول شيء نس ادري. هذا الله اكبر. مجرد نزلوا الحطب عنهن وقدموهن وحطونهن علف، ترى هذا الله ارسله. ايوه نعم. اله الا الله. يقول انا قلط، يقول لهم قلط لا المذن يبيذن. هذا يقول لا، ولهذا الامير وقتها بالعسكر قالوا هو يذن، قالوا حين نفطر تمر وقهوة هما وكذا. قال افطرنا، قالوا حين نصلي المغرب، قالوا حين نعود بعد صلاة المغرب. قالوا هم يقدمون لي جريش عليه السمن. والله انها اكبر كرامة. وين يلقى ذا جريش؟ الله يكبر. جريش على السمن بري. يقول هذه كرامة. يقول انا اتعشى عقب هلاكي وعقب جوعي. طبعا يقول انا افطرت على تمر وهذا، لكن يقول عاد الحين جريش وعليه وعليه سمن بري. الله. يقول قلت في داخلي خلاص اكرمني واكرم انا لو ما القى ركائبي، لو ما القى الا هذا. يقول انا الرجال اللي اول معطيني العلم اي قاعد نهد عهد عليها الحطب، قاعد نهد عليها الحطب. شر طيب والله. اي بالله. يقول قال انت منين؟ قلت انا من هلا الزلفي. قال وش عندك؟ قلت والله جايب لي صوغه هدية. يا سلام يا حلو. قال وش هي؟ اي قلت جايب لي حطب. قال وش دراك انه بحاجتي؟ يقول ما هو بحاجة. يقول ما هو بحاجة. يلا انت ارحم، يلا انت ارحم يا رجال، يلا انت ارحم. شوف جبر الخواطر. يلا جبر الخواطر. شوف جبر الخواطر كيف والله جامل معه. اي بالله. قال وش دراك انه بحاجتي؟ يقول الحوش مليان حطب، ما هو بحاجتي. لا والله يبي يمدحه. اي والله. يقول المهم الرجال يرحب ويشكرني على الهدية. طيب الرجال. يقول يوم خلصنا تعشينا يبي يذن العشاء. يقول قلت عدنا أكرمكم الله. يقول هو يحط بيدي 10 ريالات. أوه تاجر. 10 ريال. يمكن يوم دوره فرنسي. يوم الفرنسي قال حط بيدي 10 ريال. يوه حطبه يمكن ما يجيب ريال واحد. كرام بس أكرم الله. الرجال يبغى في الشهر الفضيل يبغى الأجر. يقول وأنا أمشي، يقول على الجامع اللي أنا صليت فيها الظهر اليوم والعصر. قال وأصلي معهم العشاء وأصلي التراويح. قال وامرح يا أخوي. وامرح ما عاد لي تعبان وفيني قل نوم. قال وامرح يريح الركائب. الله الله. يقول الحين ترى ترى أكلي هذا أقعد لي يومين ما عندي مشكلة. يا سلام. عقب فطوري وعشائي الرجال هذا أقعد لي يومين ما يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. يقول وامرح. يقول يوم أصبحت، يقول أصبحت، يقول وأنا أسأل السوق قري. وين السوق؟ إي الله أبشتري. يا سلام. بحملها مرة ثانية وبشتري أغراض وبشتري وبشتري. يقول قال والسوق شوف هالدكان هذا أكل فيها التمر. ايوه ودك هالسنة الثانية بسيطة بس عدلي اكرم ونعم. يقول وانا يقول الحين، يقول الحين اضحي اضحينا اضحي ضح بدل. يقول اروح للدكان. يقول امشي للدكان ولي والله ان في رجال جالس على الشرقة على المشراك الدكان والدكان مغلق وجالس يقرا القرآن. يا سلام خير على خير. يقرا في رمضان الناس صايم ضعف المشراك والناس برد. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال يا الاخو نبي لنا تمر. قال ما عندنا تمر. يحسب ما عنده شيء. قبل اجيب خير. لا عنده. ما يقول ما عنده. قصده دراهم ما عنده. يقول انا تلدد يمين يسار. يخاف انه ياخذها بدون دراهم. إيه. يقول الناس ممصين لي عليه والدكان وهذا راعي دكان ومقفل وجالس ويقول ما عندي تمر. طيب الناس كلهم قالوا لي ان هذا اللي بيع تمر. يقول ارجع مره ثانيه. يقول انا حسيت بالكلام اللي انتم الحين قلتوه. ايوه. الله اكبر. إيه. يقول انا طلع النقود. الله الله. قلت انا تراي بشتري وهذه فلوسي معي. لا اله. يقول طلع والله فيه فلوس. قال لها الحين طلع تمر. زمر الولد. اي والله الحين طلع تمر. ايه طلع التمر هذه الفلوس. قالوا يقوم قال افتح الباب. قالوا ايش تبي التمر؟ قال نحمل باربع مدي ثلاث مدي اربع قلال تمر. الله اللي تشيلها كل واحد عليها عدلين. يقول قال يا ولدي اللي خليني اقول الناس كلها تبي تمر ما يلا ويجون الناس لكن يبون تمر بس ما فيه فلوس. ما فيه فلوس الله. وانا تعبت وانا افتح الدكان واسكره. لا ودي اعطي تمري بدون لبيعه والناس ما عندهم. ترزق الله. بالتالي صرت اقفله واقول ما عندي الا ان يجي رجال يثبت لي ان فلوسه مش عشان افك الدكان. والله المستعان. فهذا اللي خلاني راعي دكان يترزق الله. ما يلا. بس مقفل وجالس. يوم قال بتفك ما عندي. ليه ما يتوقع ان الرجل هذا يملك فلوس؟ له زباين معينين او ناس معينين يحتريهم يجون او شيء من هالقبيل. المهم الشاهد.
يقول أنا قضي بعضة المقاضي الخفيفة اللي بها الأهلي في العيد، أمي وزوجتي ما عندي غير يقول بس أمي وزوجتي، يقول أنا قضي لهم اللي لقيت لهم هذا يناسبهم كذا، يقول إحنا بفرحهم به لهم يوم العيد. قال وأنا أمشي، قال يوم جاء عصير، قال عصير العصير، قال أني داخلنا الزلفي، قال لي والله إن هالناقتين اللي عليهن عدول حملات والناس كل الناس عيونها فيه، اللي منه واللي منه واللي منه يدرون هذا معه طعام، يدرون هذا اللي معه جاب له طعام بس من هو جايبه ما يدرون من هو جايبه، يقولوا يراقبون يراقبون يراقبون. الآن وصلت بيت، عرفوا بيتنا يعرفون بيتنا يعرفون جار يعرف الجار. يقول جيت عند أمي وسلمت هذا، يقول نزلت، يقول نزلتها، قالت أمي يا فلان هو كبار شوف حريصة، قالت يا وليدي لا إله لا توتنا الحرام، والله أني عشت هالعمر كله يا ولدي وأنا عاصمت نفسي عن الحرام في آخر عمري، وليت بتوكلني حرام. الله هي تحسبنها سارقته؟ إيه منين يجيبها؟ تحسبنها سارقة؟ منين يعني بيجيبها؟ راح من عندي ذبح الجوفة قرا وجايب اللي عدول تمر ما يمصدق. قالت يا وليدي والله إن عشنا ما بقي في أعمارنا كثر ما راح، وإن عشنا ونحمد الله إن ما كنا حرام في آخر هالعمر، وليدي تبى توتسني حرام؟ قال لا والله يا أمي ما وكلت حرام، لكن والله اني بعلمت بقصتي كامله يا امي وتبى تصدقيني. يطق على هالسالفه من الى، قالت الحمد لله. قال بس يا امي ابى اعلمك بشيء. قالت شنو؟ قال انا يوم جيت والله انا الانظار كلها ويتابعوني والناس، ويا الليله يا تمرنا انه اللي يسرق وانه يطب على بيتنا رضينا ولا عبينا الجوع، وانه كيف الناس تبي يصير بيتهم فيه تمر واللي بجنبه جياع ويخلونه؟ الناس من اول الناس من اول يوم 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 يسطون يوم يعتدون يوم يسرقون، ما يسرقون رغبة في 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 زوجة الحرام ولا شيء، لكن من الجوع من الحاجة وحق لهم ذلك، اي من الهلاك هم لا حد معطيهم ولا هم قادرين يشتروا ولا شيء، بالتالي ينجبرون انهم يسرقون. نحمد الله ونشكر على النعمة اللي حنا فيها، عسى الله يرحمهم ويعفو عنهم ويرحم موت المسلمين، والحمد لله الحمد لله حمد الشاكرين على هالمن على هالدولة وعلى هالخير والنعم اللي حنا فيها. قال والله امي اني ما ارقد الا بينهن. قالت ولد انت وش جاي تعبان متزوج وزوجتك، روح يا ولد ارقد مع زوجتك وعين من الله خير واترك ما جاهن الا. قال لا والله ما تترك، يجي بينهن وحتى معمنهن وعشرهن وبيحرسهن في غرفات اللي هم فيها. الله الله. قال ماني برازن داخل، شوف شو يسوي لان بكره الحين ليل بكره بنوزعهن بطريقتنا ونشوف لنا عاد صرفه، بس الليله ما بنقدر نسوي ما شاء الله. هني له وهني اللي هدى عليه ما شاء الله، ورمضان وهو يرقد الرجع ويغط تعبون ذابح السفر والتعب وهالكان ليش ما يمكن لا يسرق منهن شيء. ساعه ونص هو يصحي يوم انه صحى لا والله لا واحد منهن بيكملها ما هي موجوده ماشي ولا عدل كامل، والثاني ما ادري ايش مفكوك ماخذ منه ويصيح لا اله الا الله يما يسرقنا سرقنا سرقنا اي لا سرقنا اللي هو خايف منه بالله ولو حارسه بس انه وقع ايوه. قال والله انا ما جاي تنطح. قال هي تبسم يا سلام لا اله هو يصيح ويقول سرقنا سرقنا هو يتبسم يضحك. الله يغفر له الله يغفر له ويغفر لهم جميعا يعني يا رب ولا يتبسم. قالت لا يا وليدي لا يا وليدي عين خير ما سرقت ما سرقت ما سرقت لا وليدي. قال وش فيه وين تمر؟ وزعتها. قالت يا وليدي ابشرك ان ما في بيت من بيت جيراننا ما يتسحرون على ترتيب ما شاء الله. يلا انت خلاص وزعت العدل الاول عليهم كامل وبقي بيت ما لحقته، وفكيت العدل الثاني ولحقته لا اله ولحقته يا ما شاء الله يا ما شاء الله. هذه نموذج لا إله من نماذج وقصص أبانا وأجدادنا والحالة والمعاناة اللي مرت اللي مرت عليهم. حنا شيباننا وهنا في البر يشوف البر ما عندهم شيئين بتوفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي ساد رمق جوعهم. عندهم إبل حلال والبانة والحليب الله الله. الحليب جدي الله يغفر له ويرحم روحه يعلم منزلته يجون بجنبه قطين يقطنون عنده بيوت علشان بس الحليب ما شاء الله تبارك الله علشان بس لا يوديهم يهانه ما اصبح الصبح كل جاب معونه يحلبوا له وطعمرك وراح عمك هنيل جيران له ما عنده ما يعطيهم ولا عندهم ما ياكلون الا بس حليب البدر وبارك الله لهم. اي الشيء الثاني الصيد ايه الصيد الصيد متوفر ايه الصيد صادق
الصيد متوفر. اليا منها من الرجال طال عمرك حس ان العرب جاعوا وهل توجوع على شيء، قام الرجال منهم باردين موفق وراح طعمك وطق له بضبي، ثم جابه ثم الضبي وش يشفع لك الطين. والناس كله. والناس ما تاكل، شفت كبر فضة التمره قطعه ولا قطعتين تكفيهم، ما في اكل قوي، لكن تصدر مجوع ما في شيء ما في شيء. فقعد منهم وجاب الصيد، فالرانب متوفره، اللي معه طير يصيد الطيره، والحباري موجوده، واللي معه امرك سلوقي يصيد بالارانب السلوقي، واللي مع علمنا الذخيره والرصاص قليل. ايوه هذا اللي بغيت اقول، قليل قليل موجود بس انه يوجد. ترى يصنعون في صيد ما بعد ذخيره، ترى هم يصنعون يصبون الدروج خصر المقاميع. ممكن يصبون يسوونها الريجي، لكن هذا نماذجهم الله يغفر لهم ويرحمهم ويكرم نزلهم. شوفهم انهم راحوا جيل الرحل واحنا جيل بعدهم، وبعدنا على قولة ابو صالح ننزل وينزل في منازلنا، ننزل على منازل حي نقفى وينزل على منازلنا ننزل. هذه الله يرحم والديك والله ما اقول كلمه غريبه والليالي جداد. يلا ابو صالح تفضل. تسلم وبارك الله فيكم، بارك الله بالحاضرين والمشاهدين، نرجى القبول من الحي القيوم سبحان لنا وجميع